نحييكم على الهواء مباشرة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. الليلة حيكون معنا ضيوف محللين سياسيين شباب، نسمع وجهة نظرهم في التطورات المرتبطة بمسألة الانتخابات، وأيضا نسمع رأيهم في الوضع الحالي للمجلس الرئاسي الجديد والحكومة، وشن يقدر يديروا في مسألة تنظيم الانتخابات يوم 24 ديسمبر في 2021. وبالمناسبة وكلام يجيب كلام زي ما يقولوا، وصلتنا من مصادر خاصة داخل البرلمان وخارج البرلمان أيضا، وصلنا أن في اتجاه أو تيار داخل مجلس النواب ربما قاعد يضغط الآن لتغيير رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد الدين السايح، وعلى وجه التحديد التيار اللي يدفع باتجاه الاستفتاء على مشروع الدستور هو نفس التيار هذا. ونذكر أن مشروع الدستور تم إنجازه في 2017، في جزء من النواب عندهم رغبة في تغيير رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دون ما يوضحوا طبعا شن هي اعتباراتهم أو شن هي أسبابهم بالخصوص، وفي هذا التوقيت الدقيق جدا. وهم مرة أخرى من داعمي خيار الاستفتاء قبل الانتخابات، يعني اللي يشوفوا في الأمور من هذا الجانب، وفي معهم طبعا أيضا جزء من مجلس الدولة، في جزء من مجلس الأعلى للدولة حتى هو يدفع في هذا الاتجاه. وللتذكير المجموعات اللي هي قاعدة تضغط في اتجاه الاستفتاء هي نفس المجموعات اللي كانت رافضة تماما للدستور ومشروع الدستور، رغم أنه هو تم التصويت عليه بطريقة ديمقراطية في 2017 داخل لجنة الستين. والجزء اللي أيضا قاعد يدفع مع النواب في هذا الاتجاه حتى هم يعني ما وضحوش، اللي هم مجموعة مجلس الدولة ما وضحوش إن هي اعتباراتهم، رغم أن مجلس الدولة هو اللي طلب أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليذكر الجميع توقف الشغل تماما بقانون الاستفتاء، وتوقف شغلها اللي كانت تبي تديرها حول مشروع الدستور، الكلام هذا في ديسمبر 2018. وكانت في مراسلة وقتها من رئيس مجلس الدولة السيد خالد المشري تقول الآتي: رسالة لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. طبعا بعد 2018 لما اقتنع المجلس متاع النواب بصعوبة انه هو يدير الاستفتاء وقاعد يدير في مسألة القانون الى اخره، فالمراسلة هذه اللي دزها المشري للدكتور عماد الدين السايح فيها تفاصيل، يحكي لها على المادة 12 ويحكي لها على الاتفاق السياسي وكيف أن البرلمان قاعد يشتغل بشكل منفرد وأن البرلمان ما يشاورش فيهم إلى آخره. وقال نظرا أن المجلس النواب قاعد يخالف في نصوص وروح الاتفاق السياسي في كل المواد اللي اشتغل بيهن في مسألة قانون الاستفتاء، مفروض هو تشاور معنا في قانون الاستفتاء، عليه إجراءاتكم بالإيقاف الفوري لتنفيذ قانون الاستفتاء. خالد المشري طلب من عماد الدين السايح في 2018 في ديسمبر أنه هو يوقف قانون الاستفتاء بعد ما اقتنع مجلس النواب. عليه إجراءاتكم، الكلام هذا يقول فيه المشري لعماد الدين السايح، عليه إجراءاتكم بإيقاف الفوري لتنفيذ قانون الاستفتاء إلى حين توافق المجلسين، المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، لسيما أن الطعون القضائية قد بوشرت ضده. طبعا هم جماعة مجلس الدولة دي ما شاطرين في مسألة الطعون القضائية يعني، فهم قال بدينا نحن في الطعون القضائية، قانون الاستفتاء لإدارة مجلس النواب بشكل منفرد هذا كلام ما يمشيش، ونحن مشينا للقضاء والمحاكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مجلس الدولة في 2018 يعني قبل الحرب بسنة وقف الشغل اللي كانت بتديره المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مسألة يعني قانون الاستفتاء. المغزى والله الشاهد من الحديث أن المجموعات أو الاتجاهات اللي هي الآن تدفع بمسألة الاستفتاء على الدستور هي نفسها الجهات اللي كانت يعني رفضتها لأسباب ولعدة اعتبارات، ويعني حاولت أن هي تعطل الاعتبارات هي تشوف فيها أن هي اعتبارات وجيهة. هذه طبعا تفاصيل مهمة جدا. قبل أسبوع طبعا حنتناقشوا فيها مع ضيوفنا اللي حنضموا لنا بعد شوية، قبل أسبوع انتقدنا ظاهرة، الظاهرة هذه يعني استمرت في السنوات اللي فاتت، وهي مسألة تعظيم وتفخيم المسؤولين ورؤساء الحكومات، وقلنا أنه هو هذا كلام من غير معنى وغير مفيد، أو تضخيم الشخصيات العسكرية والسياسية. وقبل أسبوع أو أسبوع ونص خضينا يعني مجموعة من الأخبار على المنصات الرسمية للمجلس الرئاسي الجديد برئاسة الدكتور محمد المنفي، وأيضا المنصات الرسمية لرئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة، وانتقدنا الموضوع هذا بشكل واضح، انتقدنا استخدام وصف الفخامة أو المعالي أو السعادة. الخبر الجيد اليوم أو الخبر الإيجابي أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي استجاب، وفعلا في كل الست أو السبع أخبار الأخيرة في الأيام الماضية هذه ستة ولا سبع أيام اللي فاتت على المنصة الرسمية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي
المحرر للصفحة شال صفات ووصف الفخامة أو فخامة رئيس المجلس الرئاسي، فنشكرهم على هذه الاستجابة الإيجابية والمهمة، واللي أيضا يعني تسمي في الأشياء بمسمياتها زي ما هي دون زيادة ولا نقصان. وهذا طبعا زي ما تشوفوا يشجع على فكرة المهنية على كل المستويات. فمرة أخرى هذه نقطة إيجابية في استجابة المجلس الرئاسي ورئيس محمد المنفي في عدم التعامل بصفات التفخيم أو السعادة، فلهم الشكر. ولكن طبعا ما زال في نقطة أخرى سلبية وهي تنعكس على مسألة تمثيل ليبيا في الخارج، ربما نحن حنحكو عليها في وقت لاحق بخصوص رئيس المجلس الرئاسي. وأيضا نتمنى أن رئيس الحكومة دبيبة حتى هو يعني يحذو حذو المجلس الرئاسي ويشيله حتى هو اللافتة بتاعة المعالي رئيس كذا وكذا. يعني من المهم انتشار المهنية في التفاصيل الصغيرة، لأن هذه مؤشرات على ما هو أهم. فياريت الحكومة تدير يعني مدار الرئاسي وتتخلص من هذه القصة معالي وغير معالي إلى آخره. خلونا نرحبوا بأحمد تواتي اللي انضم لنا الآن من بنغازي. أهلا وسهلا بك يا أحمد، وكل عام وأنت بخير. اهلا وسهلا بك استاذ خليل وبضيوفك الكرام وبالساده المشاهدين، وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله كل سنه طيب يا سيدي. وحينضم لنا بعد شويه الاستاذ اسماعيل برويحه من عاصمه طرابلس، ونفتح التفاصيل والنقاش على مساله الانتخابات. مانيش عارف يا احمد اذا كان عندك تعقيب، اذا كنت تسمع فينا قبل شويه ونحن نتكلم على وكان في اتجاهات الان بدات تشتغل داخل مجلس النواب، يعني دون ذكر اسماء، عندهم فكره ان هم يبغوا يغيروا رئيس المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات، يعني تحديدا المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات. فشن تعليقك على الموضوع قبل ما نحكو على ملف الانتخابات؟ نعم، في الحقيقة هو هذا الموضوع بدأ مبكرا جدا، وكلنا يعلم الاجتماعات اللي حدثت في الغردقة بين الخصماء اللي هم لم يتوافقوا ولم يتفقوا، بل بالعكس كانوا يخونوا بعضهم بعض، وكان كل واحد ينظر للطرف الآخر ذاك إرهابي وهذا كاهي دكتاتور، وهم يعني من كانوا كل طرف منحاز إلى حليف إقليمي معين، وكانوا يخوضون الحروب. فجأة بقدرة قادر اجتمعوا في الغردقة وتقرر الاستفتاء على الدستور منهم. من هنا يكون واضح لدى الجميع بأن هؤلاء يريدوا أن يستعملوا هذه الورقة لتعطيل ما تم الاتفاق عليه، أو على الأقل في توافق شعبي كبير تجاهه، ألا وهو الذهاب إلى انتخابات تنهي هذه الأجسام وتزيلهم وتريحنا منهم يعني. واستمر هذا الموضوع. الآن طبعا فشل الغردقة، البعثة لم تليهم اهتمام، الصدى الشعبي لم يكن مؤيد لهم، وإن كان في أصوات نحسبها يعني أن هي صادقة في أن هي ترى أن الدستور أولوية وأن الاستفتاء يجب أن يكون سابق لأي عملية انتخابية، ولكن يظل الحقيقة الأمر ويظل الهدف الأساسي منه هو التعطيل، وليس فعلا لإيمانهم زي إيمان هذه المجموعة بأن فعلا الدستور قد يمثل حل. بعد ما لم تتحقق أمانيهم في مؤتمر الغردقة، الآن أهم يخرجوا علينا بأمور أخرى، ومن ضمنها إقالة رئيس المفوضية. وفي تصوري أن حتى الحكومة أخطأت عندما صرحت بأن والله تغيير رئيس المفوضية الآن لن يعطل أو لن يغير من وضعية الانتخابات أو من إجراءها في موعدها. أعتقد أن هي استعجلت في أن هي تدخل في الخضم، بل وتعطي مؤشر بأن هي أيضا قد تكون في مرحلة متقدمة من ضمن الأطراف اللي هي تعمل على ألا يكون هناك انتخابات. الرئاسي يختلف اختلاف كثير كبير جدا، رئيس المجلس الرئاسي في كل لقاءات الحقيقة، وفي حلف اليمين الحكومة في طبرق شهدناه أشار وأكد على مسألة التسليم في 24، وفي اعتقادي بأن ممكن هو الشخصية الأكثر صدقا في أن يجب أن يكون هناك انتخابات في 24، ما عداها كل الأطراف تحاول أن هي توهم الشعب بأن هي مع الانتخابات، ولكن في حقيقة الأمر تضع العراقيل أمام إن هذه الانتخابات تحدث. وللأسف يعني ما زال المجتمع والناس تعتقد بأن الإجراءات اللي يتخذ فيها سواء البرلمان على مستوى رئيسه أو على كذا هي إجراءات صحيحة وحقيقية، وهمها هو الوطن ومصلحة الوطن والحفاظ على أموال الوطن، ولكن في حقيقة الأمر بمشاهدة بسيطة بالإمكان أن نحن نكتشف بأن كل هدفها هو تعطيل الانتخابات أكبر قدر ممكن
بل وحتى أن هي ما تحدثش أو إدخال أمور أخرى تربك عملية الانتخابات وندخل في جدلية، وما يحاولوا أن يدخلون في جدلية لأن هم شافوا أن مسألة الانتخابات هذا الشيء طيب. الوحيد في ليبيا حتى الآن اللي عليه توافق شعبي كبير جدا. نعم. جدا ودولي. خليك معنا يا أحمد، وهذه نقاط مهمة كلها اللي ذكرتها، ونرحب مع بعضنا بالأستاذ إسماعيل برويحة المهتم بالشأن السياسي، انضم لنا من عاصمة طرابلس. أستاذ إسماعيل كل عام وأنت بخير قبل كل شيء، وأهلا وسهلا بك في البلاد. كل سنة وأنت طيب أستاذ خليل، تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين، والكل كل عام خير إن شاء الله وكل سنة وأنت طيب. نعم كل سنة وأنت طيب. كيف تفسر لنا يا أستاذ إسماعيل أن في أطراف داخل مجلس النواب خصوصا التيار اللي هو محسوب على التيار الفيدرالي واللي كان معادي لفكرة الدستور من الأساس، شفناه الآن يتمترس حول فكرة الاستفتاء على الدستور؟ هو بلا شك أن الدستور مهم جدا يعني كقاعدة دستورية لأي انتخابات وللبلد وللدولة، لكن في تقديرك هل في لها بعد سياسي المسألة هذه، خصوصا أن هذا الاتجاه هو اللي قاعد يدفع بفكرة يعني تغيير رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تيار داخل البرلمان نفسه؟ والله هي مسألة الاستفتاء على الدستور هذا يعني لا يمكن أن نختزلها في طيف من أطياف المجتمع الليبي، ولكن هي مطلب يعني كذلك هي مطلب يعني كل الليبيين، وكانوا يعني يأملون أن يستفتوا في على مشروع الدستور يعني منذ مدة، ولكن ظروف حالة بين الشعب الليبي والاستفتاء على الدستوري، فبالتالي لا أعتقد أن يعني موضوع الإصرار على الاستفتاء على الدستور يعني هذا يعني يعيق العملية الانتخابية، لا بالعكس هو ربما يعطيها شرعية أكثر، يعني في حالة يعني تم بناء أو تم يعني تأسيس قاعدة دستورية وفق وبناء يعني الدستور هذه تكون أضمن ويعني تنهي المرحلة الانتقالية وجهة نظري. نعم هذه تفصيلة مهمة جدا، حخلي أحمد واتي إذا كان عنده تعقيب عليها، لكن بنسألك لجزئية مهمة في المجمل يا أستاذ إسماعيل، ديما لما يصير انفتاح ويصير تطورات سياسية وتطور، الآن أهم حدث عندنا أن عندنا حكومة واحدة موحدة الآن على كامل التراب الليبي ومجلس رئاسي وحيد، لكن نصل للنقطة اللي يكون فيها دور لمجلس النواب ومجلس الدولة وتتعقد الأمور، تو عندنا مشكلة المناصب السيادية وتفاصيل أخرى، في تقديرك كيف تقيم دور مجلس النواب ومجلس الدولة في هذه المرحلة؟ والله هو يعني كان من المفترض أن يعني يسيرا المجلسين على الدولة والنواب وفق التفاهمات التي تمت بينهما في بوزنيقة في المغرب، يعني نعم هناك يعني أثناء يعني عمل ملتقى الحوار في تونس كان يعني عقيلة صالح و يعني رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري كان يحضران إلى يعني عقد لقاء في المغرب، وبالفعل تم ذلك اللقاء وكان لقاء ودي، واتفقا على يعني تشكيل لجنة من كلا الجانبين للنظر في عدة مسائل، يعني أهمها كان يعني موضوع يعني المناصب السيادية، المعايير اختيار او تحديد المعايير الأساسية لتولي المناصب السيادية، وكذلك يعني القاعدة الدستورية يعني، وتم بالفعل يعني تحديد الاتفاق على ربما معيار مهم وهو معيار الجغرافي، و يعني تم تقسيم المناصب السيادية الستة وفق يعني التقسيم الجغرافي، بحيث انه كان كل يعني اقليم يعني منصبين من هذه المناصب السيادية، وبعد ذلك يعني اتفقا عقيل صالح اللجنة المشكلة ما بين المجلسين اللي هي 13 من كل مجلس اتفقوا على تحديد لجنة أخرى تشرف على استلام الترشيحات لهذه المناصب ويعني فرزها و يعني ابداء الراي فيها، ولكن ما حدث ان عقيلة صالح اخذ من تلك اللقاءات او من ذلك اللقاء مع عقيلة صالح والجهود التي قامت بها هذه اللجنه المشتركه في المغرب اخذ المعيار الجغرافي وهو يعني الذي يخصص لكل اقليم منصبين سياديين من هذه المناصب، نعم، وتنصل من مساله تشكيل اللجنه التي سوف المشتركه التي سوف تنظر في هذه الترشيحات يعني، وانفرض واخذ قرار احادي المده الماضيه بان يعني شكل لجنه تنظر بشكل انفرادي في هذه الترشيحات، وبالتالي يعني هذا الاجراء قوبل بالرفض من المجلس الاعلى للدوله، ويعني دخلنا في مأزق اخر يعني، وهذا يهدد يعني تفاصيل مهمه هذه
نعم هذه تفصيلة مهمة جدا وأنا بنقلها لأحمد تواتي. أو الجزئية الأولى يا أحمد، يعني الأستاذ إسماعيل يشوف أن بغض النظر أن يكون في تيارات سياسية بتوظف مسألة الاستفتاء لغايات سياسية وهي تبحث عن الطريق الأطول وغيرها، هذا لا يقلل من أهمية الاستفتاء على مشروع الدستور زي ما قال الأستاذ إسماعيل، ويشوف أنه هو بالعكس يعطي زخم ويعطي شرعية للانتخابات القادمة ويحدد يعني شكل العلاقة مثلا إذا كان في انتخابات رئاسية، شكل العلاقة بين الرئيس وبين بقية المؤسسات، بين الحاكم وبين المحكوم، فبالتالي هذا لا يقلل من أهمية الدستور. هذه النقطة الأخرى. والنقطة المهمة، مجلس النواب اللي قاعد يتصرف بشكل منفرد ولم يشرك مجلس الدولة في المناصب السيادية، في تقديرك من يتحمل المسؤولية؟ نعم، أولا بالنسبة للنقطة الأولى، الكلام اللي تفضل به كلام حقيقي، وهذا الحالة المثالية، وهذا ما كنا نأمل له من بعد الثلاث سنوات اللي خضاهن الهيئة التأسيسية للدستور وأنتجت الدستور، وإلى الآن حوالي سنتين أو ثلاث سنوات أخرى موجود معطل في البرلمان. لكن اليوم نحن أمام وضعين معينين، أمام بلد كانت منقسمة، الآن جاءت حكومة تعمل نوعا ما على توحيد هذه المؤسسات، نمتلك شيء في أيدينا وعندنا شيء مازال ما عندناش، بمعنى أن نحن نمتلك موعد 24 ديسمبر لإجراء انتخابات، وإن كان عيوبها أن نحن تنقلنا إلى مرحلة انتقالية أخرى، هذا الآن موجود في يدنا والمجتمع الدولي كله داعمة والرأي العام الشعبي كله يدفع في هذا الاتجاه. يعني شوف فرصة لا تعوض، بينما الاستفتاء على الدستور هذه فرصة في يدنا. نعم. هذا عصفور في اليد، بينما عصفور الاستفتاء مش موجود في يدنا. عصفور الاستفتاء سنتكلم على الكيف وعلى كيف حتحصل هذا الاستفتاء، وحندخل في جدلية إن مع وضد، وإذا ما استفتي عليه بلا إذن معناه سيعود إلى اللجنة وفق الإعلان الدستوري وستبدأ تعدل فيه، وثم يطرح للاستفتاء مرة أخرى. يعني كل هذه الأمور لا يمكن بأي حال من الأحوال إن هي تتم قبل 24 ديسمبر. باهي جماعة الدستور أو الاستفتاء أولا يقولوا والله أضغطوا، خلونا نضغطوا في هذا الاتجاه. نقول لهم إذا كان أنتم قادرين على أن تضغطوا على الأطراف اللي هي موجودة بأن هي تبدأ في المرحلة من الآن، ياريت، لكن هذا الأمر غير متوفر ولا يملك أحد. يعني رئيس المفوضية اللي هو مناط إليه أن يتم هذه العملية قالها بكل صراحة، لا أستطيع إجراء استفتاء ثم بعدين نمشي إلى انتخابات في 24 ديسمبر. إذن هذا مشكلة أولى. المشكلة الثانية، إذا ما ذهبنا إلى استفتاء وجاءت النتيجة بلا إذن حنتأخر وحيقعد عندنا وقت، إذن نحن ضيعنا العصفور اللي في اليد اللي على الأقل كان بالإمكان أن يخلق لنا أسام تشريعية أكثر استقرارا، ممكن أن هي الجديدة هذه أو الالتزامات أو التعهدات أو الوعود الانتخابية اللي حناخذوها من الأشخاص اللي حيترشحوا للانتخابات، أهمها هو مسألة أن يكون أساسا الاستفتاء على الدستور أو الذهاب لمناقشة موضوع الدستور والاستفتاء عليه برلمان صحي، برلمان جديد، برلمان مازال لم يتلوث بالمصالح، لم يتلوث بالفساد، لم يتلوث بالبحث على مصلحته في سبيل أنه هو يبقى مدة أكبر، مازال من بنت شبكة المصالح المشتركة ما بينه وما بين أطراف الحكومات وأعضائها ووزرائها. يعني مش من المنطق أن نترك العصفور اللي في يدنا على أمل أن والله نذهب إلى حالة كلنا نتمنوها وكلنا طيب. فعلا هو هذا، ولا يمكن أن يكون عندنا جدا. دولة بلا دستور، لكن في هذه المرحلة لا يمكن أن نحن نتبع هذا الاتجاه ونترك ما نحن نملك. طيب هذا في الشق الأول. الشق الثاني يريد تعود لي في دقيقة ونص. الشق الثاني يا أحمد، لما سألتك عن مجلس النواب اللي هو تعمد أن يتجاهل مجلس الدولة بالمخالفة للاتفاق السياسي ولم يشرك مجلس الدولة في مسألة المناصب السيادية، هل تشوف أن هذا هو تصرف متعمد للعرقلة من مجلس النواب؟ هذا تصرف للأسف يضحك به على الناس، وأنا خليني نضرب مثال وخليني نمشي معك في هالموضوع. نعم. هذه الخطوات، الاتفاق السياسي الأول شن قال؟ قال إن والله وظيفة المجلس الاستشاري هو أن البرلمان عندما يتخذ أي قرار يرسل لهم، هم يعطوه الاستشارة متاعهم وبعدين هو يتخذ بشأنه قرار. كويس. ماذا حدث في عملية إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي؟ أنا في تصوري واللي الناس كثيرا تجهل أن البرلمان هو من عرقل أو هو من يعني تسبب في استمرار الصديق الكبير.
الناس يقول لك كيف انت، هم حطوا الشكري، نقول لهم كالاتي: كان بامكانهم بورقه بسيطه يبعثوها في ذلك الوقت، كان السويحلي هو في مجلس الاستشاري، وكانت العلاقات ما بين السويحلي والكبير متوتره جدا، وكانت اكبر فرصه حقيقيه لاقاله الكبير. بس لو ان المجلس النواب اتبع الاجراءات اللي هو في الاتفاق وارسل الى مجلس الدوله، تجاهل كل هذه الاجراءات مش عبطا وانما للعرقله. وشنو كانت النتيجه؟ ان حتى عندما اعتمد شخص المجلس الاعلى في الدوله غادي قال لا لا يمكن ان تمشي هذه الاجراءات لانها غير قانونيه، واصبح الكبير موجود في مكانه. الان نفس العمليه، كل ما يتجاهل البرلمان سواء يعني باي شكل من الاشكال، ان نعم. في طرف اخر وان هو جلس معاه وهن قعمز هو وياه على طاوله مفاوضات في المغرب وفق لجنتين، واتفقوا على اليه اختيار المناصب. الان كل ما يتعنت في ان هو يتبع الاجراءات ويبعث لهم المرشحين، اذا كان المسمى او اللي مفروض تسميته من المنطقه الشرقيه، يبعث المرشحين وهم يختاروا مجموعه ثم يرجعوهم له حتى يتم اختيار واحد منهم. اذا مجلس النواب ما قامش بهذا الاجراء، في حقيقة الأمر هو من يعطل التغيير، وهو من يعطل واضح. الإجراءات أن تحدث بشكل صحيح نعم. وصريح، ولا يتحمل مجلس الدولة أي عرقلة في هذا الموضوع، ويجب أن الناس تفهم هذه الحقيقة. طيب، هذه نقطة مهمة جدا. أستاذ إسماعيل، أنا عارف إذا كان عندك يعني بعض التعقيبات أو الردود على التفاصيل اللي ذكرها أحمد على مسألة الدستور أو غيره، ولكن هذا أيضا يعني مدخل جيد عشان نسألك عن المعطيات اللي قدامك الآن. هل تشير إلى أن احنا ماشيين في اتجاه انتخابات أو لا؟ وخلوني نذكر أيضا أن تقدر توجه أسئلتكم للأستاذ إسماعيل برويحة وأيضا أحمد تواتي على بث الفيسبوك المباشر برنامج البلاد، وأيضا تدلوا برأيكم في هذه المسألة. معطيات الانتخابات يا أستاذ إسماعيل، نحن ماشيين في اتجاه 24 ديسمبر أم لا؟ أنا أتفق مع ضيفك يعني في النقطة الأخرى يعني التي نعم. تحدث فيها، ولكن النقطة الأولى يعني موضوع يعني الاستفتاء على مشروع الدستور، هذه أختلف فيها، لأن يعني نعم. يعني العصفور كان بين يدينا يعني، وبإمكاننا إجراء الانتخابات، لأن إجراء الاستفتاء عفوا على الدستور في بداية العام، لأن يعني اللجنة المشتركة ما بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب اجتمعت في 23 واحد يعني شهر واحد من هذا العام الجاري يعني، وكان بإمكان المفوضية العليا للانتخابات بإمكانها أن يعني تعمل أو تشتغل على يعني إجراء الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 3 أو 4 أشهر، ولكن لا ندري، ربما يعني الرئيس المفوضية تعرض لضغوط خارجية يعني، لأنه في البداية قبل، ويعني يعني هناك العديد من المسؤولين تحدثوا ان يعني الرئيس المفوضيه طمن وقال انه بامكانه اجراء الاستفتاء، ولكن يعني فجاه تغير يعني الموقف الرئيس المفوضيه من عمليه الاستفتاء، واصبح بدا يضع في شروط تعجيزيه وقال ان العمليه يعني تحتاج الى 7 أشهر، وهذا يعني شيء مبالغ فيه، وبالتالي مر الوقت، والان يعني مساله الاستفتاء على الدستور حتى انا اعتقد ان يعني اصبحت شبه مستحيله، لان الوقت اصبح قصير، والامر احيل كما نعلم ويعلم الجميع، احيل الى يعني اللجنه القانونيه التابعه لمنطقه الحوار، وهي التي ستنظر فيها يعني. طيب، مساله الانتخابات نفسها استاذ اسماعيل، الظرف الاقليمي الدولي الان، طبعا في ترحيب اوروبي والولايات المتحده الامريكيه ومجلس الامن يعني دعم فكره الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه، لكن في تقديرك الواقع الان شنو يقول؟ هل فعلا حنمشي الانتخابات في موعدها او لا؟ في دقيقه. الواقع نعم. للاسف نتمنى كلنا يعني نتمنى نعم. ان يعني يعني ان نجري انتخابات في نهايه العام، ويعني نتخلص من هذه الاجسام التي هي سبب الحقيقه في معاناه المواطن يعني، الكل مل منها يعني، على يعني اختلاف الرؤى واختلاف يعني وجهات النظر ما بين الليبيين، ولكن الجميع الحقيقه يجمع على ضروره اجراء الاستفتاء، لكن المعطيات الموجوده امامنا الحقيقه يعني تضع احتماليه تاجيل هذه الانتخابات يعني امر وارد بشكل كبير، لان المهام المنوطه بهذه الحكومه اهمها وهي يعني مساله توحيد مؤسسات الدوله لم يتم انجازها الى حد الان يعني، لم يتم يعني توحيد المؤسسات بشكل فعلي، خاصه المؤسسات الامنيه يعني، خاصه المؤسسات الامنيه التي تقسم البلاد الى شطرين يعني، هل يعني نستطيع نحن الليبيين نذهب الى انتخابات عفوا يعني والبلاد يعني
جزء منها يسيطر عليه خليفة حفتر، والجزء تابع حكومة الوحدة الوطنية في تلك الضفة، يعني نعم مرتزقة من الروس وكذا، وهنا يعني أتراك وإلى ما شابه ذلك. يعني نجد صعوبة الحقيقة في إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف الأمنية. كان على حكومة الوفاق وكان على الأطراف الفاعلين وخاصة خليفة حفتر أن يستجيب للمطالب الملحة التي تساعد على إنجاح يعني جهود وعمل حكومة الوحدة الوطنية، ولكن يعني لا توجد الحقيقة هناك ضغوط حقيقية على خليفة حفتر، التي أراه من وجهة نظري أنه المعرقل رقم واحد. وبالتالي أعتقد أن يعني مسألة إجراء الانتخابات، خاصة ضف على ذلك أن موضوع الميزانية يعني تم عرقلته من مجلس النواب، نعم يعني بسبب متعمد عقيلة صالح، وهذا يعيق عمل الحكومة أيضا. يعني كيف حكومة يعني مدة عمرها يعني 10 أو 11 شهر أن تشتغل بدون أن تعتمد لها ميزانية إلى حد الآن؟ طيب، هذه التفاصيل كلها مهمة ذكرها أستاذ إسماعيل برويحة. أحمد تواتي، عندك في الشاشة فوق 249 يوم، هل تعتقد أن هن كافيات لتنظيم الانتخابات؟ والمعطيات اللي تكلم عليها الأستاذ إسماعيل ربما في بعد آخر يا أحمد، في اللي يقول لك على سبيل المثال انتخابات رئاسية عشان يكونوا واقعين، على فرض مثلا عقيلة صالح يبي يرشح نفسه، هل هو قادر أنه يدير حملة انتخابية في العاصمة طرابلس أو في مصراتة؟ والعكس، لو أن عبد الرحمن السويحلي يبي يرشح نفسه رئيس لليبيا، يقدر يدير حملة انتخابية في بنغازي ولا في طبرق؟ يعني في اللي يطرح فيها من هذا الجانب يقول لك التفاصيل الأمنية ما زال فيها مشكلة، وتوحيد المؤسسات ذكر أستاذ إسماعيل. نعم، هذا تحدي آخر، وهو للأسف نحن غرقنا في إن هل حتصير انتخابات أو لا، وبالتالي هذا منعنا في إن نحن نناقش الإشكاليات الأخرى، أو كيف نبو الانتخابات إنها تصير، وكيف بالإمكان مراقبتها، وكيف ضمان شفافيتها، وكيف منع التزوير فيها، وكيف إن تتكافأ الفرص في الدعاية وفي الترشح لكل الأعضاء. هذا كل المفروض إن كان هو الجدل اللي هو موجود في المجتمع خلال هذه المرحلة إلى ما الانتخابات، لكن للأسف نحن تمينا إن يعني في 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 خندق أو في 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 خانة، إن هل إلى الآن ما زال ما حسمش الأمر، هل ممكن أن تحدث الانتخابات؟ خانة الصراع مع المعرقلين، إن تحدث الانتخابات والمسيطرين على المشهد. نعم، وبالتالي نعم، وبالتالي هذه كلها أسئلة مهمة وتحتاج إلى إجابة. في تصوري أن مسألة وزارة الداخلية هي مسألة مهمة جدا، وفي تصوري إلى الآن لازالت ضعيفة جدا. بعد 42 يوم لم نشاهد يعني الكثير من الوزير، وفي تصوري أعتقد أن الوزير السابق للداخلية المستوى اللي كان موجود فيه حيضع الوزير الجديد في مأزق جدا، يعني إن هو كل ما يكون في إجراءات أقل دونية منه أو أقل مستوى منه حيبان بمستوى الضعيف، وحيبان بمستوى إن هو غير قادر على إن هو يوحد هذه المؤسسات. وفي تنامي لمسألة إن أصوات بدأت تخرج من هنا ومن هناك من داخل الوزارة نفسها، يعني لمحاولة إيصال رسائل إلى الوزير وضرورة إن هو يخضع لمطالبهم وإلى آخره. في تصوري هذه كلهن أمور قد تعرقل من عملية التأمين للانتخابات، مش من الانتخابات، بمعنى أن الانتخابات حدثت مرتين في السابق والوضع الأمني كان في أسوأ حالاته، يعني المؤتمر الوطني انتخب والمجموعات المسلحة موجودة ولا وجود لشيء اسمه جيش وشرطة. الانتخابات البرلمان حدثت وأنصار الشريعة كانت تمرح وتصرح في 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 بنغازي، وقت ولدت سلوى بوقعقيس كلنا نتذكرها في يوم الانتخابات. إذن المسألة الأمنية مهمة، مسألة تأمين الانتخابات مهمة جدا، ولكن هي أيضا ليست عائق لعملية الانتخابات. بمعنى في تصور الوزير الداخلية يحتاج العائق إلى المستقبل يا أحمد، يعني هم ربما مش عائق لإدارة العملية نفسها، لكن بعدين أنت كيف تقدر تمارس سياسة وعندك مسلحين في الشرق وفي الغرب وفي كل مكان كعائق مستقبلي ربما يطرحوا فيها، يعني مش في أثناء العملية الانتخابية؟ عائق مستقبلي، هذا يقع على عاتقنا نحن كشعب. يعني الناس يوم اللي خرجت في جمعة إنقاذ بنغازي لم تكن هناك كتيبة داخل بنغازي وقفت عائق في أمام جمهور من الناس طالبوها بأن هي تخرج من مقرها وتسلب سلاح.
إذن الشعب لا يزال قادر ويمتلك ضد أن هو يعني يقف ضد أعتى يعني من يملك السلاح، يعني أكثر المجموعات تسلحا لا يمكن أن هي تقف في وجه الشعب. هذا يقع على مسؤوليتنا نحن. ليش؟ لأن نحن يفترض أن نحن لازم كشعب نفهمه بأن التصويت لشخص بأن هو يفوز في الانتخابات، هذا لا يعني أن نحن دورنا انتهى ونمشي نجلس في البيت زي ما حصل مع تحالف القوى الوطنية ومحمود جبرين. ناس صوتت له بكثافة ثم نامت في بيوتها وتنتظر أن محمود جبرين رحمه الله أن يجيب لها كل شيء. لا، يجب أن نعي بأن دورنا لا يتوقف عند هذا الحد. أنا صوتت شخص وفقا لمشروع معين بنفذه، يجب أن أدافع مع هذا الشخص على المشروع. لما يخرج المشروع حضاهي عبر وزير ويقول أنا والله نبي ندير خطوة كذا، نبي نفتح نحل المجموعات المسلحة وصبيلة وحدة من هذه المجموعات تدير له مشكلة، يفترض أن الشعب يقف مع هذا المشروع لأنه صوت عليه ولأن هو هذا هو ما يبيه وما يبي أن الدولة الليبية توصل له. أما إذا كان نحن عاجزين على أن نحن نؤد دورنا، في تصوري لا يمكن لأحد أن هو طيب هذه نقطة مهمة يا هذا الطرف من الأمن. يعني هذه نقطة مهمة حنجيك فيها، في البعض يطرح في إشكالية حنطرحها معك أستاذ إسماعيل برويحة. يعني البعض يقول لك ليش تكون متشائم أستاذ إسماعيل في مسألة موعد انتخابات 24 ديسمبر؟ الآن عندنا متغير جديد، الآن في قرار من مجلس الأمن في 22 فقرة ذكر خارطة الطريق 3 ولا 4 مرات وتكلم عن انتخابات 24 ديسمبر بشكل واضح، حتى ترحيبه بالحكومة والمجلس الرئاسي كان مقترن بإنجازهم ل 24 ديسمبر، وفي تلويح بالعقوبات للمعرقلين. نحن قدام زخم أوروبي تحديدا وأمريكي والمجتمع الدولي والإقليمي يضغط في اتجاه الانتخابات، بالتالي ليش نحن نتخوف من أي عرقلة في هذه المسألة؟ شو رأيك؟ هو صحيح، يعني هو يفترض التعويل في على اجراء انتخابات على الاجسام الداخليه، الاطراف الفاعله الداخليه في الدوله الليبيه، ولكن هذه الاطراف اصبحت عاجزه ان لم تكن هي المعرقله، يعني وهي من تضع يعني العصا في الدواليب امام انجاز اي استحقاق في هذه الظروف خاصه. فاصبح يعني املنا ربما هو التحويل على الضغوط الخارجيه وخاصه الولايات المتحده الامريكيه التي تلح على اجراء الانتخابات في موعدها. يعني لماذا تلح الولايات المتحده؟ ربما يسال البعض ما هي مصلحه الولايات المتحده الامريكيه يعني من اجراء الانتخابات ويعني اعتماد حكومه تكون رسميه وتكون يعني منتخبه من قبل الشعب، يعني بسبب الهاجس الكبير الذي يعني تسببت مرتزقة الفاغنر في ليبيا، وخاصة يعني في ظل توسعها وفي ظل نكران الروسي لها. يعني هذا يعني يضاعة الوقت على الولايات المتحدة الأمريكية واستفادة هذه الشركة من يعني من تمديد يعني فترة يعني عدم إجراء الانتخابات، هذا يعطي هذه القوة العسكرية وهذه الشركة يعني مزيد من يعني بسط السيطرة والمزيد من يعني التمكن والنفوذ في هذه المنطقة، وهذا يشكل خطر على الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي أعتقد أننا نحن سوف نذهب بسبب الضغوط الخارجية إلى انتخابات ربما، يعني ويعني سوف يكون هذا الذهاب ربما ليست على أو ليس على أساس قاعدة قانونية دستورية يعني جيدة أو متفق عليها، ولكن سوف تكون يعني بدعم واصرار من الولايات المتحده الامريكيه سوف يعني يتم يعني في حسب وجهه نظري تشكيل قاعده دستوريه حتى تلفيقيه، المهم ان تعبر البلاد الى انتخابات، ولا نعلم يعني حجم الخلافات التي يعني سوف يعني تفتح امام الليبيين فيما بعد حتى ولو تم اجراء الانتخابات، يعني لان السند القانوني والسند الدستوري اذا ما تخلينا عنه كل التأكيد يعني سوف لن نسير في طريق معبدة يعني إلى بر الأمان. طيب أستاذ إسماعيل قبل ما ننتقل لأحمد بنسألك على جزئية مهمة، كيف تقيم يعني بعد أكثر من 40 يوم أداء الحكومة والمجلس الرئاسي بقطع النظر عن الشخصيات المعرقلة اللي أنت ذكرتها سواء خليفة حفتر ولا عقيلة صالح أو غيرهم أو المعرقلين أيضا الموجودين يعني في مجلس الدولة أو في الأجسام السياسية اللي موجودة في كل مكان في ليبيا؟ تقييمك للأداء الآن في بعد أكثر من 40 يوم، هل تجد أنه هو كافي لوضع حكم على أو يعني يعطيك حكم مستقبلي لأداء الحكومة هذه؟ هل هي قادرة على تنظيم الانتخابات أو لا؟ ربما أشرت أنا لوضع الحكومة أنها عجزت إلى حد الآن عن توحيد أو يعني توحيد المؤسسات ببعض
بالضبط، يعني نعم توحيد المؤسسات، ولكن يعني تبقى يعني مسألة يعني الحكم على هذه الحكومة، يعني ربما ما زال، يعني ما زال الوقت يعني لا يعني أصبحت عاجزة الحقيقة عن إجراء أو المضي في عملية يعني المصالحة الوطنية، ويعني حتى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ما زالت يعني بعض المناطق وبعض المدن خاصة في الجنوب لاحظنا أن هناك طوابير من يعني السيارات تصطف للتزود بالوقود، هناك بعض المصارف يعني في مثلا كمدينة سرت وبعض المدن الأخرى يعني تواجه أزمة في السيولة، فبالتالي حتى أبسط الاستحقاقات هذه الحكومة لم تستطع أن توفرها، فكيف لها أن تذهب إلى إجراء انتخابات ويعني تكون انتخابات حرة وشفافة ونزيهة يعني. طيب أحمد تواتي، في تقديرك هل 40 يوم هذين كافيات للحكم على الحكومة؟ طبعا ذكر مسألة توحيد المؤسسات أستاذ إسماعيل، وأيضا المعلومات الموجودة عندنا أن توحيد المؤسسات على الأرض إطلاقا ما فيش أي شيء إلى الآن، توحيد الهياكل وإنهاء الازدواجية اللي موجودة ما زالت زي ما هي، والبعض قاعد يقول لك تقريبا بدأ النائب الأول للدبيبة يعني يتصرف كرئيس حكومة منفصل ودبيبة كرئيس حكومة أخرى، شنو هي المؤشرات اللي عندك؟ نعم، هو هذا أهم الإشكالات اللي قد تقودنا إلى مرحلة أخرى من الانقسام، وهو أن رئيس الحكومة لا يمتلك السيطرة على نائبيه، وبالتالي لأن نائبيه مش هو اللي اختارهم، جاء وفق توافقات ووفق مصالح، وبالتالي إذا ما اختلفت الآراء واختلفت الاتجاهات، وكان هذا واضح جدا في مسألة وزير الخارجية اليوناني وزيارته إلى بنغازي بعد ما كان في طرابلس، ويبدو لي أنه غادي ما حصلش يعني تطمينات على ما هو يبيه، فقرر أنه هو يجي هنا، وهي ذات اللعبة اللي لعبتها اليونان مع السيد عقيلة صالح بأن استدعتها عندما عرفتها أنه هو ضد معسكر السراج وضد المعسكر التركي، وبالتالي دعاتها غادي وحاولت ان هي تلعب على التناقضات. الان يعاد نفس السيناريو من لكن جديد. مش يتحمل يا في احمد تصوري سمحني عن اذا مقاطعة، هذا لكن مش يتحمل رئيس حكومه الوحده دبي بالمسؤوليه، لانه هو قطع على نفسه هذه الالتزامات، وهو اقسم ووعد وقال انا قادر والتشكيل اللي عندي انا قادر اني نشتغل بها الى اخره، هو وانتهى الموضوع، مش يتحمل مسؤوليه في هذه المساله ايضا. نعم قادر، هو هذا الأيام الجاية حتبين لنا مدى هذه القدرة، لكن أنا اللي نبي نوصله بأن مثلا لو تقرر مثلا رئيس الحكومة وصل إلى طريق مسدود مع مثلا أحد نوابه، نائب الشرق أو نائب الجنوب، هل يملك إجراءات إيقافة أو إجراءات عزلة أو تغيير أو إلى آخره؟ لا أتصور. وأعتقد أن التيار النيابي أو اللي هو جاء بهذا الوكيل أو جاء بهذا النائب، في تصوري أنه هو حيتمترس حوله وحيحث ذات الشرخ اللي حدث مع صخيرات، وهو مع مرشح عقيلة صالح أيضا السراج، عندما نعم. تمترسوا خلف علي القطراني وانقسمت البلاد إلى شطرين. في تصوري هذه مسألة يجب أن ينظر فيها. الآن 40 يوم نستطيع الحكم أو نستطيع على الأقل أن نقرأ بداية الذهاب إلى هذا السيناريو، إذ لم يتم تدارك أو تتوحد الرؤى، بمعنى أن النائب الأول عندما يستقبل مسؤول خارجي يفترض أن السياسة اللي يتكلم بها لا تختلف عن سياسة رئيس الحكومة أو عن سياسة رئيس المجلس الرئاسي مجتمعا، يعني لأنهم يفترض أن يتكلموا على سياسة ليبيا وعلى مصالح ليبيا، ليست على وجهات نظرهم كرئاسي أو كرئيس حكومة أو كنائب أول، يعني ما ينفعش أن كل واحد يحكي في اتجاه. هذا شق. أما بالنسبة للوزارات الأخرى، بعض منهم الوقت غير كافي للحكم عليه، والبعض منها على الأقل في هذه المرحلة استطاع أن هو نوعا ما حتى من منظور شعبي، أو من منظور يعني مش بالمنظور يعني نقوله نحن العلمي الحقيقي، ولكن من منظور شعبي لاقى ارتياح، وهو اللي حاصل في مسألة وزارة الخارجية. وأعتقد أن هي النصيحة اللي أنا نبي نقولها، أن هي لا تتوسع في مسألة أن المدد والحفاظ عليها، لأن في تصوري جزء كبير من السفارات
سوف تنتهي المدد متاعها بعد ذهاب الوزيرة نفسها يعني، وبالتالي ممكن يجي وزير آخر وينقذ كل شيء. لكن ما يجب أن تتمسك به هو مصلح مسألة تقليص السفارات. مسألة التقليص هذا 8 أشهر كافية جدا في أن هي تضع أمامنا وأمام الشعب الليبي، تقول أن من 150 سفارة الآن يوجد لدينا عدد كذا سفارات، ومن كذا موظف أصبح العدد تقلص إلى كذا، وبالأرقام وبالأموال التي تم توفيرها، ويخرج علينا ديوان المحاسبة في 22 ويخبرنا بأن تكلفة أو مصروفات وزارة الخارجية انخفضت من 20 إلى 21. في تصوري إذا ركزت فقط على هذا الجانب هي حتكون حققت نجاح كبير جدا. والسيد دبيبة وحراك على المستوى الخارجي في تصوري أنا نشوف فيه جيد جدا، ما زال تنقص خطوة واحدة وهو الذهاب إلى مصر ومحاولة. ليش جيد يا أحمد رغم يعني أن دار جدل دار جدل خصوصا مسألة الاتفاقيات؟ لا هو جدل على المستوى الشعبوي. أنا لا أتكلم، ونحن الجدل في ليبيا مستويين، مستوى شعبوي ومستوى نوعا ما يفترض أن يكون مستند على منطق ومستند على تحليل. لكن هو خالف خارطة الطريق من في مسألة الاتفاقيات. نعم. أيضا شق آخر هي اتفاقيات تنفيذية جزءها كبير منها موقع في السابق، وبالتالي هو يحاول عملية إحيائها من جديد. وإذا كان بنقوله مخالف إذن معناها يجب أن نوجه اللوم على البرلمان النائم بأن هو من يفترض به أن يقف ضد أي اتفاقية يراها مخالفة أو أن هي تجاوز فيها الحكومة لصلاحياته، بمعنى أن يحق للحكومة أن هي تعقد اتفاقيات ولكن المصادقة على هذه الاتفاقيات لا تتم إلا عبر البرلمان، إما أن يوافق أو أن يرفض. وبالتالي لا نلوم دبيبة على أنه هو ذهب وعقد اتفاقيات، بل نلوم على البرلمان أنه هو نائم ولم يتصدى لهذه الاتفاقيات، هذا إذا فيه. ولكن أنا نقول لك أن كل ما يحدث الآن هو محاولة لربط هذه الدول، بالذات الدول اللي عندنا معاها مشاكل أو أن هي متورطة في المشكل الليبي، بروابط اقتصادية. وأعتقد هذا شيء إيجابي ويحقق جزء من الاستقرار، زي ما قلت لك ينقص الذهاب إلى مصر ومحاولة استرضائها. طيب. بكم معين من العقود بأن هي تنفذهن. نعم. وبالتالي نوعا ما يكون أحدث توازن في المنطقة، وعلى الأقل ضمننا حد أدنى من عدم عودة الحرب عبر هؤلاء الوكلاء الخارجيين. طيب أستاذ إسماعيل بروحي إذا كان عندك تعقيبات على كلام أحمد، لكن خليني نقول لك المادة رقم 6 في البند رقم 10 من خارطة الطريق اللي تعهد دبيبة والمنفي وكل حد بالالتزام بها، تقول إن لا تنظر السلطة التنفيذية المجلس الرئاسي أو الحكومة في أي اتفاقية، لا تنظر في أي اتفاقية في مسألة تجديد أو إلغاء أو أي شيء في خلال هذه المرحلة. يعني نقطة واضحة جدا وشالت الحرج من عليهم يعني، وحتى اللي مثلا خايف على الاتفاقية التركية الليبية موجودة، ما فيش حد يقدر يعني يلعب في المسألة هذه لأن خارطة الطريق تمنع المسألة هذه. فمش هذا مؤشر سلبي يجعل حلفاء الروس في الشرق الليبي يعني حتى هم يمشوا في هذا الاتجاه، بالتالي قاعد يعطي في بوادر انقسام سياسي. مش عارف شو رأيك في هذه المسألة. الجزئية الأخيرة فقط من السؤال لم أفهمها يا أستاذ خليل. السلوك اللي دار عبد الحميد دبيبة في مسألة يعني تجديد اتفاقيات وغيره وخالف خارطة الطريق، مش هذا قاعد يشجع حلفاء الروس اللي موجودين في الشرق يعني معسكر البرلمان تحديدا المتحالف مع روسيا، مش هذا يشجعهم ان هم يمشوا في هذا الاتجاه وان هم يمشوا نحو اليونان، ويبدو حتى هم يتكلموا بكلام يعني اخر زي ما حكى القطراني يعني حكى بكلام مختلف مع وزير الخارجية اليوناني، بالتالي الامور هذه كلها قاعدة تزيد في مسألة الانقسام السياسي. حديث دبيبة يعني سواء في تركيا أو في يعني روسيا، وذهب طبعا من تركيا إلى روسيا مباشرة، يعني حديثه ليس على اتفاقيات يعني كبيرة أو مهمة أو مصيرية مثل يعني ترسيم الحدود مثلا على سبيل المثال، كانت تركز على الجانب الاقتصادي يعني. وأعتقد أن يعني نفس الحديث دبيبة على عودة الشركات التركية إلى ليبيا وتفعيل اتفاقيات السابقة، يعني نفس ذهب في نفس السياق عندما ذهب إلى روسيا ويعني طالب تفعيل الاتفاقيات القديمة يعني، وركز على الجانب الاقتصادي فقط. وحكومة الوحدة الوطنية لا تمثل المنطقة الغربية، وعندما يتحدث دبيبة أو يزور دولة ما
فهو يعني يمثل الكامل الدولة الليبية، ولا يمثل المنطقة الغربية، هو لا يتحدث باسم المنطقة الغربية وإنما يتحدث باسم الدولة الليبية. طيب هذه تفاصيل مهمة جدا. في تقديرك الآن كيف نقدر نفسر يا أستاذ إسماعيل أن كل حد من كل أقطاب السلطة التنفيذية الجديدة كل حد يقول في كلام، يعني المنفي يقول في كلام لليونانيين، ودبيبة قال كلام آخر مختلف، وحسين القطراني في بنغازي يقول كلام مختلف، هل هي مسألة تقاسم أدوار وأدوار متكاملة، ولا هو بوادر لانقسام سياسي؟ كيف نقدر نفسرها في تقديرك؟ وعلى حكومة الوحدة الوطنية الحقيقة، وهي سلطة تنفيذية في البلاد، نعم، يعني ألا تنزلق الحقيقة إلى يعني بعض المخططات أو بعض يعني الأمور التي تدفع بها أطراف خارجية. الأطراف الخارجية مثلا كاليونان أو روسيا أو غيرها، هي أو تركيا كذلك، هي يعني تبحث على مصالحها بشكل يعني بدرجة أولى، يعني ولا تهم المصلحة الليبية. يعني عندما يعني تأتي الوفود من الدول الأوروبية أو من الدولة اليونانية أو غيرها إلى ليبيا، ليس خدمة يعني في الليبيين فقط، وإنما هي لخدمة مصالح الدولة التي تمثلها هذه الوفود. فبالتالي يعني هناك بعض الأطراف، خاصة على سبيل المثال اليونان، الذي يعني ترفض الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع حكومة الوفاق الوطني السابقة مع الجانب التركي، يعني تحاول أن يعني تستغل هذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، في هذا الظرف، وتضغط عليها باتجاه يعني العدول عن هذه الاتفاقية أو إعادة النظر فيها والذهاب إلى ترسيم الحدود مع الدولة اليونانية. طبعا هذا يعني منزلق خطير، ويجب على حكومة الوفاق أن تنتبه، حكومة الوحدة الوطنية عفوا، أن تنتبه إليه، وأن لا تفتح المجال ولا توسع الحديث فيه الحقيقة، لأنها إذا دخلت في هذه المذاهات سوف تنشغل وسوف يعني تضيع جزئية مهمة جدا. نعم، الدور اليوناني السلبي جزئية مهمة جدا أستاذ إسماعيل، ننقلها في سؤال أخير مع أحمد التواتي. يا أحمد، الآن يبدو أن اليونانيين فهموا أن كل حد يقدم في وجهة نظر سياسية مختلفة، وبالتالي زي ما أنت ذكرت يعني اتجهوا إلى بنغازي وحكومة أحسن القطراني. في تقديرك هل اليونان حتشتغل بشكل سلبي في المستقبل وتشق الصف وتحول حكومة الوحدة الوطنية إلى حكومتين داخل ليبيا؟ هل ربما اليونان تتصرف بهذا الشكل؟ لا، هو الانتقاد بس لتصرف الحكومة عندنا، يعني الاختلاف ما بين رئيسها ونائبه، ولكن من اتجاه اليونان لا يمكن ان هي حتراهن على 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 نائب الرئيس وتترك رئيس الحكومة. واعتقد ان التقارب اللي ساير الان بين حتى اليونان وتركيا، قد تكون ليبيا حتى لها دور يعني جاها من السماء، نعم، بدون أن تبذل فيه مجهود في أن هي تلعب دور أكبر من حتى حجمنا الحقيقي، على الأقل في هذه المرحلة، في أن هي تصنع حالة من الاستقرار في المتوسط بأن هي تحفظ مصالح معينة ما بين الطرفين. وبالتالي اليونان لن تذهب كثيرا في اتجاه الشرق. لكن اللي يفترض أن يكون، أنا نأكد على أنه هو يجب أن لا يغرق أكثر في مسألة اتفاقيات وترسيم وإلى آخره، يعني يجب أنه هو يعني يشقى بالجانب الاقتصادي. وأنا هنا في نقطة لازم أن إذا الحديث على أنه هو خالف مسألة الذهاب إلى اتفاقيات، هو وظيفته أنه يحلحل جزء من الإشكاليات الموجودة على الأرض، مشكلة كهرباء، مشكلة مياه، مشكلة وقود، مشكلة سيولة. وفي تصوري نحن ما عندناش الخبراء اللي قادرين على أنها يحلوا هذه المشاكل إلا الاستعانة بشركات أجنبية، سواء من تركيا، سواء من مصر، سواء من دول أخرى. وبالتالي شيء مربوط ببعضه، يعني لابد أنه هو نوعا ما يحاول أن يحيي بعض الاتفاقيات، ويحاول أن يغري هذه الدول ببعض مصالحها في ليبيا، في مقابل أن يتحصل منهم على عودة لشركاتهم، أو يحاول أن يتحصل منهم على أشياء ممكن أن هي تخدم من الداخل. هذا طبعا كله سيكون لا جدوى له ولا قيمة له إذا ما استمر البرلمان في تعطيل مسألة الميزانية، وأعتقد أنه هو يتقصد الآن إفشال هذه الحكومة حتى لا تكون قادرة على أن هي تدفع شيء للمفوضية للذهاب إلى الانتخابات، ولا أن هي تقدم شيء للمواطن بأن هي تحلحل جزء
من اشكالياته وتحلحل جزء لكن من يقولوا من المشاكل يعني اللي هو موجود تقلل فيها. الديوان المحاسبه الحديث على ان هذه نعم. الميزانيه متضخمه او ان قيمتها كبيره وهذا اللي قال ديوان المحاسبه نعم معها الحق في ان هو لا يرفضها الجواب عليه او الرد عليه يجب على البرلمان ان يناقش هذه الميزانيه ان يحذف منها البنود اللي يراها هي فيها زياده او فيها هدر ويقر اما ان هو يحتضنها ويحطها في الدرج ويرقد ويقول والله ما فيش ميزانية في تصوري هذا أيضا عائق آخر للحكومة ولا يخدم أبدا في مصلحة للشعب اللي يتغنى رئيس البرلمان بأنه هو مع مصلحته نعم. ولا في مصلحة الحكومة ولا في مصلحة أي طرف من أطراف المشهد في ليبيا. طيب نشكرك أحمد تواتي. سؤال أخير مع الأستاذ إسماعيل برويحة، هل تعتقد أن مجلس النواب بوضع الحالي، طبعا مجلس النواب أعادت له الحياة بعد ما هو منح الثقة في سرت يعني وحظي بزخم وبدعم إقليمي ودولي من تركيا من روسيا من العالم كلهم دعموا البرلمان صوت من وعيدت لها الحياة مرة أخرى، من شعب تسمع فينا أستاذ إسماعيل؟ أسمع فيك أستاذ نعم. في تقديرك هل البرلمان قادر أنه هو يلعب دور المهم في مسألة مراقبة الحكومة وتقويم اتجاهاتها بحيث أن هي تكون على سكة 24 ديسمبر أم لا؟ هو هذا دور البرلمان يعني في جميع الدول يعني الذي يعني تحظى بنظام ديمقراطي برلماني، ولكن يعني رغم تجاوز كل المطبات وكل الخلافات يعني ويعني اعطاء هذا البرلمان نفس جديد كما قلت يعني في مدينة سرت عندما يعني التأم مرة أخرى ويعني صوت على هذه الحكومة أو الاتفاقية اتفاق جنيف وكذلك منح هذه الحكومة التنفيذية الثقة، يعني هذه كانت البوادر كان من المفترض أن يأخذ بها هذا البرلمان وهذا الجسم ويقوم بدوره، ولكن يعني المعضلة والمشكلة يعني التي عاقت عمل البرلمان منذ تشكيله هي الرئاسة، وللأسف يعني رغم التئام هذا البرلمان ورغم يعني ما تحدثنا عنه من يعني من إعادة بث الروح في هذا الجسم إلا أن يعني العقبة وهو رأس البرلمان لا يزال قائم ولا يزال يعني مستمر في منصبه، فبالتالي يعني سوف يعني لا اعتقد انه يعني سيغير من اسلوبه وسيستمر عفوا في اسلوب المماطله والتاجيل ويعني عدم الاقتراض الى زملائه الاعضاء في يعني تقديم ما يجب ان يقوم به هذا الجسم. طيب سؤال اخير مره اخرى مع احمد تواتي، هل في تقديرك السلطه التنفيذيه الجديده اللي موجوده الان ستسلم السلطه يوم 24 ديسمبر؟ نعم يبدو أننا احنا فقدنا الاتصال مع أحمد تواتي، نشكره في جميع الأحوال كان ضيف معنا أحمد تواتي مهتم بالشأن السياسي ونشط مدني أيضا مدينة مغازي. أستاذ إسماعيل مرة أخرى سؤال أخير معك، هل تشوف أن السلطة السياسية الموجودة الآن عندها نوايا حسنة في مسألة مغادرة السلطة يوم 24 ديسمبر أو لا؟ هل في مؤشرات تقول كلام غير هالكلام هذا؟ يعني هو مسألة مغادرة السلطة هذه يعني لا نستطيع أن يعني نحكم عليها هكذا فقط، وإنما يعني يجب أن نرى يعني هل بالفعل يعني هل ستستطيع هذه الحكومة يعني إنجاز الاستحقاق المطلوب منها أم لا. يعني إلى حد الآن الحقيقة كما أشرنا وكما تحدثنا في خلال هذه الحلقة أن المعطيات الحقيقة غير إيجابية، ولكن أعتقد من وجهة نظر خاصة بأن الضغوط الخارجية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدفع هذه الحكومة إلى إجراء الانتخابات وإلى وبالتالي تصبح هي مضطرة إلى تسليم السلطة إلى الجسم الجديد المنتخب. يعني نشكرك جزيل الشكر أستاذ إسماعيل رويحة المهتم بشأن السياسي، شكرا جزيلا لكل هذه القراءات والتحليلات، ومرة أخرى أيضا مشاهدينا الكرام نشكر أحمد تواتي اللي كان معنا من مدينة مغازي، والشكر مرة أخرى لضيوفنا الكرام، حاولنا نديروا معاهم قراءة مستقبلية يعني نوع من التكهنات من خلال المعطيات كيف حيكون الوضع وهل حيصل القطار يوم 24 ديسمبر إلى محطته أم لا، ونشكر طبعا كل المعلقين والمعلقات على بث الفيسبوك، ونعتذر طبعا لعدم قراءة التعليقات بسبب ضيق الوقت، والشكر طبعا لكم مشاهدينا ومشاهداتنا الكرام، تحياتي أيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد، نتمنى لكم أمسية طيبة.